بعد هذه المخاطفه باهي المراوغه ترجع للسياسات الكره كره في العمق في اتجاه الجزائري نذير القريشي بايا مراوغه وفراش شوات 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 يفتتح النتيجه 10 دقائق نعم يفتتح فراش شوات النتيجه لصالح النادي الصفاقسي يعطي الاسبقيه للسياسات هاو امامكم فراش شوات شنو الاعلان شنو الرايه امير لصيف لاعبي النادي الصفاقسي يحتفلوا ولاعبي الملعب التونسي يحافظوا على الكره امير لصيف يشهر الورقه الصفراء في وجه فراس شوات تم استفزاز من فراس شوات في اللقطه الاخيره على ما يبدو داخل منطقه الجزاء بعد تسجيل الهدف هذاك علاش حتى جمهور الملعب التونسي يشوفوا اللي قاعد يحتج بصفه كبيره على كل ما عملش اللقطه لكن المفيد انه هدف اول في المباراه هدف اكيد باش يخلينا نشوفوا كيف ما قلنا 90 دقيقه من نار بين زوج فرق بين الملعب التونسي يحاول يعدل توا شكيب الصفاقسي مع الزواغي يمشي من الصفاقسي ياخذ الكره ما فماش المخالفه يرجع كره للملعب التونسي في منطقه الجزاء وضربه جزاء ضربه جزاء المره هذه يعلنها امير لوسيف ثاني صلاح الملعب التونسي اللي عاد امامكم ايمن الصفاقسي قدامه دكدوب وقدامه ايضا الدفاع بالنسبه للملعب التونسي كانت اليد مفتوحه من حسام دكدوب لمسه اليد والاشاره كان قريب الحكم وايضا المساعد هذه الاعاده مره اخرى يحط الكره في مكانها مع نهايه الدقيقه الثالثه من الوقت البديل يمشي سيف الدين بن عكرمي في الجهه المقابله ايمن دحمان بين دحمان وبن عكرمي كره في وسط منطقه الجزاء ضربه الجزاء والاشاره من امير لوسيف امير لوسيف يعطي اشاره لسيف الدين بن عكرمي يقدم بن عكرمي يمشي بن عكرمي هدف التعادل هدف التعادل الملعب التونسي 1-1 قبل 45 دقيقه ثانيه فسخوا عاود من جديد في شوط اول بداه سي اس اس 40+4 الثواني الاخيره من المباراه كان فيها الملعب التونسي هو المتقدم في منطقه الجزاء يتحصل على الضربه الجزاء ويسجلها بنجاح سيف الدين طول ممكن القامه تاع كيم بنزا يتقدم حمزه الماتوثي وياخذ كره في هجمه معاكسه هجمه معاكسه للسي اس اس في منطقه الجزاء توزيعها تخرج الكره كره ثانيه للنادي الصفاقسي فعلها السي اس اس فعلها السي اس اس في ملعب باردو في الثواني الاخيره توفى في ال 15 دقيقة الثانية شوف الإعادة هنا حمزة المثلوثي تقريبا عنده البار الكبيرة في الهدف هذا بالفعل حمزة المثلوثي كان عنده النصيب الأوفر في هذا الهدف والهدف هذا أنصف علاء المرزوقي صراحة اللي قدم عطاء غزير وكان أمام برشا فرص بإضافة هدف ثاني لكنه وفق في فرصة لم ينتظرها أي أحد فرصة الثواني الأخيرة هدف قاتل للسياسات نجم نقولوا بعد ما كان المرور إلى ضربة جزاء